بعد قطع اتصاله مع الأسبوع المحرك العلوي الحاكم والإشباع نهمه من وارد الطاقة، يحدث أن يشبك الأسبوع المحرك السفلي مع الأسبوع الحسي في ذات المستوى القطعي أم في القطعة المجاورة له مباشرة. فنقول تشكلت دارة الأسبوع المحرك السفلي المرضية، وبها ينجح الأسبوع الحسي في رمي كامل حمله مباشرة في حضن العصبون المحرك السفلي. يتلقى العصبون المحرك السفلي الوردة الحسية هذا كأمر عمل عاجل التنفيذ قوي النبرة، فتكون بذلك شدة المنعكس الشوكي. وبالنتيجة حتى التنبيهات خفيفة الشدة يتلوها منعكس غير متسق شديد القوة، فقد غاب هنا فعل التنقية والمعالجة للوارد الحسي، كما غاب فعل ضبط جرعة أمر الحركة، وظيفتان يتقنهما حصريا العصبون المحرك العلوي والقيادات العلوية غير القشرية.